بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، كنا قد ذكرنا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في الدرس الماضي، وشرحنا غريبه. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث، هذه المرأة وهي فاطمة بنت قيس، وهي زوجة لأبي عمرو بن حفص بن المغيرة، وهو ابن عم خالد بن الوليد رضوان الله تعالى على الجميع، كان غائبا عنها بالشام، فأرسل إليها وكيله وهو عياش بن أبي ربيعة، وقيل معه آخر اسمه الحارث، فأخبرها أن زوجها قد طلقها، وهي الطلقة الثالثة. قالت: طلقها البتة، بتة طلاقي. جاء ما يدل في رواية أخرى أنه طلقها آخر التطليقات، يعني كان طلق من قبل الأولى ورد، الثانية ورد، وهذه الطلقة الثالثة. ثم إن زوجها أو وكيل زوجها جاءها بشيء من الشعير، قال: فأرسل إليها وكيله بشعير، أي الوكيل هو الذي أرسل بشعير تطيبا لخاطرها. والأكثر: فأرسل إليها وكيله بشعير، أي أن زوجها أبو عمرو بن حفص أرسل مع الوكيل الطلاق، وأعطاه شيء من الشعير يعطيه لزوجته. وكلاهما محتمل، وبعضهم رجح وجها دون آخر. فلما رأتهم هذا الشيء اليسير، ظنت أنها تستحق النفقة، حتى ولو أن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة، ولكنها تستحق النفقة. فلما رأته قليلا لم تقبل به وردته، وجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة فليس لها سكن على زوجها، وليس لها نفقة على الزوج. ثم أشار عليها أن تعتد فتخرج من بيت الزوج، تعتد أي تمضي عدتها في بيت أم شريك. ثم قال: لا، لأن أم شريك يأتيها كثير من الصحابة تضيفهم لصلاحها وتقواها رضوان الله تعالى عليها، فأشار أن تعتد عند ابن أم مكتوم، قيل في بعض الروايات ابن عمها، وابن عمها بعيد من البعد، يعني في الجد الأبعد، لأنه كان أعمى. وقال: إذا أنهيت العدة فأخبريني، أخبريني. وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل وأن يختار لها ما ينفعها من الأزواج. فلما انتهت وجاءت تستشير، قالت: بعد أن انتهت العدة خطبني فلان وفلان، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما لا يصلحان لها، أبو جهم ابن صخر ابن عدي، ومعاوية ابن أبي سفيان، وذكر أن كل منهما لا يصلح. فأبو جهم هو ابن صخر ابن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هذا وهو
صاحب الإنبجانية ما مر معنا الحديث في كتاب الصلاة قرشي، وقيل هو أبو جهم بن حذيفة، والأول الذي جاء في رواية عند مسلم، فقال ضراب للنساء، أو قال لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء يضرب، وهذا جاء في رواية. فأما أبو جهم فضراب للنساء، في رواية فيه شدة على النساء، هذا هو التفسير الصحيح. وقيل لا يضع عصا عن عاتقه، يعني كثير الأصفار شافر كثيرا، وقيل كثير الجماع وهو بعيد، إلا إذا قصد كثير التزويج يعني مطلق يزوج يطلق. وقيل فيه شدة على أهله، شديد الغيرة على أهله، استقصي عليهم وشدد، من باب الغيرة، من باب الغيرة. وأما معاوية فصعلوك قال يعني ليس له من الكفاية من المال ما يؤدي به حقوق الزوجية، وفي رواية إنه تلب لا مال له، يعني له شيء لا يقوم بالكفاية. وإن كان معاوية صار بعد ذلك إلى ما صار إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول ملوك الإسلام وخيره عليه الرضوان. وأشار أن تنكح أسامة بن زيد، قالت كيف أسامة بن زيد هي قرشية، أسامة مولى كان عبدا وأعتق، وكان أسود جدا، وكان أسود جدا، فقالت كيف، فكرهته. لماذا؟ قالوا لكونه كان مولا وكان أسود شديدا، وقيل لكونها طمعت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا أنهيت عدتك فآمريني، أو قال فآذنيني، قال فإذا حللت فآذنيني، فكأنها قال بعض أهل العلم طمعت أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها بأسامة بن زيد، فكرر عليها لأنه رأى فيه ما فيه من الدين والفضل وحسن السيرة، وأنه أصلح لها، فقالت بيدها كأنها تتعجب أسامة أسامة، فقال صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك. وبالفعل أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت به فاغتبطت به من الغبطة، من الغبطة هو تولي أن يتمنى الواحد حال المغبوط ليس هو من الحسد، فاغتبطت به يعني لما صارت إليه من السعة والخير، فتمنى يتمنى النساء مثل هذا الحال. فهذا حاصل الحديث وفيه فوائد كثيرة. أولا قولها طلقها ثلاثا ليس معناه دفعة واحدة أو طلقها البتة أو بتة طلاق، الطلاق ثلاثا محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، طلاق الثلاث يطلق ويرجع ثم يطلق ويرجع ثم يطلق الثالثة إن وقع ما استدعى إلى الفراق، لا يقول أنت طالق طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنت طالق ثلاثا، طلقتك ثلاثا، لك علي ولا عليك ثلاثا، كله لا يجوز، لا لا يجوز. فالمقصود هنا لا يقال يجوز التطليق ثلاثا، وبعضهم استفاد من الحديث قال فيه جواز إيقاع الطلاق ثلاث مرات، لأنها قالت طلقني ثلاثا ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. نقول جاء في روايات أخرى ما يوضح هذا المعنى، طلقني آخر ثلاث تطليقات، آخر تطليقة الطلقة الثالثة، روايات أوضحت ذلك. ففي رواية كان قد طلقها قبل هذا اثنتين، جاء في رواية كان طلقها قبل هذا اثنتين، يعني ماذا؟ يعني مرتين، يعني مرتين، نعم. وفي رواية أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها عليه، كانت بقيت لها عليه، يعني
هذه آخر تطليقة كانت لها عليه رضوان الله تعالى على الجميع. نعم. كذلك من فوائد الحديث وهي مسألة خلافية سيأتي تفصيلها، المطلقة ثلاثا أي التي طلقت الطلقة الثالثة ليس لها سكنى وليس لها نفقة إلا الحامل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الآية. كذلك من فوائد الحديث جواز التعريض بخطبة المعتد البائن التي طلقت وبانت، يعني الطلقة الثالثة، إذا كان في العدة قالوا يجوز التعريض لها بالخطبة، يعني اعتدي فمثلك يرغب فيه وقد يكون له حاجة فيك وكذا، هذا يسمى التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن الآية. وإن كان هذا التعريض جاء في ماذا؟ في المعتدة عدة الوفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، يعني الذي توفي زوجها وهي في العدة فهذا المقصود، وكذلك البائن. من فوائد الحديث كذلك جواز ذكر الغائب بما يكره، جواز ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح، وهذا ليس من الغيبة المحرمة، لأن المرأة جاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما انكحي أخ فلان لا يصلح لك لأنه كذا وفلان لا يصلح لك لأنه كذا فانكحي فلان، لكن هذا لا يكون كذبا وزورا، لا يكذب الإنسان ويقول الباطل، يعني يأتي واحد ويستشيرك في جارة لك أو قريبة أو تلميذة أو من يعرف أنك لك علي معلومات عليها فتخبره بالكذب وتقول فيها وعليها وكذا، أو تخبر يجي أهل الزوجة يسألون عن الرجل وأنت تعرفه قرابة أو جوار أو دراسة أو شراكة فتقول فيه كذا وفيه كذا كذبا وزورا، هذا لا يجوز. أما إذا قلت الحق ومما يتعلق بالنكاح، يتعلق بأمور الزواج التي قد لا يصلح لهذه المرأة، فلك أن تقول هذا جائز ليس غيبة وليس محرما، وللإنسان يقوله ويقوله بحق، يقوله بحق. نعم. وليس للطرف الثاني أن ينشره ليثير الفتنة، المهم أن يأخذ ما يحتاجه. نعم. ومن الفوائد أنه يجوز أن ينكح غير الكفء، يجوز أن تتزوج المرأة بغير كفء لها إذا رضيت ورضي أولياؤها، لأن فاطمة بنت قيس قرشية، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها قرشية، وأسامة بن زيد كان مولا، كان عبدا ثم أعتق فهو مولا مسه الرق، فهذا يدل على الجواز أن تنكح المرأة غير كفء لها إذا رضيت ورضي أولياؤها. ومن فوائد الحديث أنه يجب على المستشار أن ينصح للمستشير، لا بد من النصح لمن استشارك ولغيره أيضا، فالاستشارة ائتمام، من استشارك فقد ائتمنك، فلا بد أن تصدق له في النصيحة وأن تؤدي هذه الأمانة. ومن الفوائد أيضا وجوب تستر المرأة عن الرجال وأن تبتعد عن أمكنتهم ومجتمعاتهم، قال اعتدي عند أم شريك، ثم قال لا، أم شريك يأتيها الرجال كثيرا لأنها مضيافة يضيفونها، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، ذلك رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تكون المرأة بمجمع الرجال تختلط بهم
هذا هو الأصل. من الفوائد أيضا أنه ليس في الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، ليس فيه ما يدل على ذلك، وإن كان بعض أهل العلم رأى جوازه، رأى جوازه، قال اعتدي عند أم شريك، ثم قال لا تلك امرأة يخشاها أصحابي، يخشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذني، يعني عند أم شريك يأتيها الرجال ربما رأوك، أما ابن مكتوم فلا يراك، يعني لا يراك لأنه أعمى. طيب وهي ترى، قالوا إذن يدل على جواز أن تراه، يدل على جواز أن تراه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنعه الشافعية وغيره على الإطلاق، لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل كما لا يجوز نظر الرجل إلى المرأة، لقوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي حديث أم سلمة وميمونة أنهما دخل ابن مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا، قالت إنه رجل أعمى، قال أفأم يوان أنتما فليس تبصرانه، أي أنتم تبصرانه، فإذا كما لا يجوز للرجل ينظر المرأة فلا يجوز المرأة أن تنظر الرجل، وكما يفتتي الرجل بالمرأة تفتتي المرأة بالرجل، وكما يوجد فتنة هاهنها وضرر هاهنها، والآية جاءت في الطرفين، قل للمؤمنين يغضن أبصارهن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فالذي عليه الجمهور أكثر أهل العلم تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا، كما يحرم نظر الأجنبي إلى المرأة مطلقا إلا ما كان لحاجة مثل الشهادة وفي القضاء وعند الخطبة وفي بيان التهم أو دفعها، وإذا كان وقع بيع وشراء أو استفتاء ووقع النظر من غير قصد فهذا لا إشكال. نعم. وذهب طائفة كلمة أحمد وأيضا نقل عن المالكية أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل مطلقا، وليس حكم الرجل في نظره إلى المرأة كعكسه، وقالوا دليل ذلك أن هذا الحديث قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، فهي تختلط به وتنظر إليه، تنظر إليه، وقالوا كذلك حديث عائشة كانت تنظر إلى لائب الحبشة، إلى لائب الحبشة، دل هذا عن جواز النظر. قالوا أما حديث أم سلمة أفعميوان أنتما لا تبصرانه، قالوا هذا لا يصح، هذا ضعيف، ضعفوه، قالوا لأنه تفرد به الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، وقيل نبهان هذا مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه، وليس له إلا حديثان وأنكرهما بعض الأئمة، هذا الحديث وحديث آخر إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه، عندها عبد وفكاتبها على أن يتحرر مقابل مال صار مكاتبا، قال فلتحتجب منه، هذا ضعفه أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم، فرجح الحنابلة ولهم رواية ويوافقون فيها الجمهور، لكن رجح ابن قدامة في المغني جواز ذلك، واستدل بحديث الباب وحديث قصة عائشة في نظرها إلى لاعبي الحبشة، قال وإذا تعارض الأحاديث فتقديم الأصح أولى من الحديث الفرض الذي فيه مقال. والأظهر العلم عند الله أن الحكم واحد، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا في قدر الحاجة أو بما جاء الإذن فيه، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي إلا بما جاء فيه إذن أو كان لحاجة ونحو ذلك، فلا يجوز أن تنظر مطلقا ومن غير تفريق بين خشية الفتنة وعدم خشية الفتنة للحديث الذي ذكرناه ولعموم الآية وهي ظاهرة، والفتنة مخوف منها من الطرفين. كذلك من فوائد الحديث
جواز الخطبة على خطبة غيره، جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يعلم الخاطب الثاني بالأول، أو إذا لم يجيب يجاب الأول، إذا لم يجب الأول، أو إذا لم يقع بين الأول والمرأة تراكم وتفاهم وتمايل واتفاق، فهنا يجوز أن يخطب. يعني قالت خطبني أبو جهل ومعاوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة، هذا ثالث. فهي قالت خطبني، هل مالت إلى أحدهما؟ لم تمل. هل وقع التراكم؟ لم يقع. أسامة يعلم بذلك؟ ما يعلم، وإنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام لها بذلك. فمتى لم يقع التراكم، أو لم يعلم المتأخر، أو لم يجب السابق، جاز الخطبة على الخطبة. كذلك من الفوائد أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة، سواء أحبه الإنسان أم لم يحبه. طاعة الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن الصحابة. قال رافع بن خديج، آل رافع، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه نفع أو قال خير، وطواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا، وهو النهي عن كرارات، عن المزارعة، فكانوا يكرونها ويزارعونها على طريقة فيها إضرار، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشار عليهم بالطريقة المشروعة الجائزة. قال وطواعية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام خير لنا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فوائد الحديث كذلك جواز طلاق الغائب، جواز طلاق الغائب، وده بالإجماع. كثير من الناس يأتي ويسأل، قال طلقتها لكن ما قلت لها قدام، طلقها قال ما قلتش أمامها، ما راش عندها قدام، ما سمعتش مني، مقلولة كان طلاق الغائب وقع، قال ابن الملقن بالإجماع. ومن الفوائد أيضا جواز التوكيل في الحقوق، إما قبضا وإما دفعا، التوكيل جائز، وهذا قال ابن الملقن بالإجماع، يجوز أن توكل غيرك في حقوقك إما للدفع وإما للقبض، ويعتبر ذلك، يعتبر ذلك. وكذلك جواز التوكيل في الطلاق وأيضا في الزواج. نعم. ومن الفوائد أيضا جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، فقد خرجت فاطمة بنت قيس تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا حللت فآذنيني، إذن خرجت، فخروج المعتدة للحاجة جائز، خروج المعتدة للحاجة جائز. كذلك من فوائد الحديث استحباب زيارة النساء الصالحات التقيات للرجال، أن يزورنها أو أن يزورها الرجال، بحيث لا تقع خلوة محرمة، وتأمن فتنته في، وبشرط أن لا تفتتن هي بهم وأن لا يفتتنوا هم بها. نعم، كما جاء في هذا الحديث. ويدل عليه أيضا حديث الذي عند البخاري، وأن بعض الصحابة كانوا يأتون فلانا صحابية رضي الله عنه، فكانت تصنع لهم أصول السلق والشعير كل جمعة، فقال بعضهم كنت أنتظر متى تأتي الجمعة، فيذهب إذا صلوا الجمعة ذهبوا إليها فتحضر لهم هذا النوع من الطعام كل جمعة يأكلون عندها. نعم، فتقدمه لهم عند انصراف من صلاة الجمعة. نعم، فيأكلون عندها، يعني جعل نوع من الطعام في يوم معين، لا حرج، مثل الناس في هذا الزمان بعض، يعني الغالب يوم الجمعة إيش؟ أطعام الكسكس، ها؟ الكسكس كل دشت، لا حرج. نعم نعم نعم. كذلك من فوائد الحديث استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها، استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته
وإن كرهها، وتكرار ذلك عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة، فكرهته قال انكحي. فمما يستحب إكثار وتكرار إرشاد الإنسان إلى مصلحته حتى ولو كرهها، حتى ولو كرهها. واستطرادا أقول ينبغي للإنسان أن يستنصح غيره، أن يستنصح غيره. ومن علامات عدم التوفيق ما يفعله البعض، يقول أنا بلي الله نقول فلان أن ينصحني، يقول لي ما تديرش، يقول يخطيك، يعني بل هو بلي أنه فيه. هذا من علامات عدم التوفيق، مدام الأمر تحتاج فيه إلى استشارة، تحتاج فيه إلى نصيحة، تحتاج فيه إلى أرشاد وإلى تدليل إلى إعانة، فاطلب المشورة واطلب الرأي والنصح والإرشاد ممن هم أهل، ممن هم أهل، حتى تسير على خطى ثابتة. ولا يمنعنك كون بعض لا يمنعنك كون بعضهم قد يمانعك ويعارضك، فاطلب الرأي وانظر وزنه، فلربما تجد الخير حيث تمتنع. وكذلك من الفوائد قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد لها والأخذ بإشارتهم، وأن وعاقبتها غالبا محمودة، أهل الفضل والعلم والتجربة. نعم. ومن فوائد الحديث مصاحبة أهل التقوى وأهل الفضل وإن دنت أنسابهم، قال انكحي أسامة مع أنه دونها انكحيه. فمصاحبة أهل الفضل وأهل الخير هذا مما يحرص عليه المسلم. من الفوائد أيضا جواز إنكار مفتن على مفتن آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص، أو عمم ما هو خاص. عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءها الخبر وأن فاطمة بنت قيس تقول من طلقت الطلقة الثالثة ليس لها سكنى وليس لها نفقة، قالت عائشة رضي الله عنها ما لفاطمة ألا تتقي الله، ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ترى أن لها السكنى، ترى أن لها السكنى. نعم. فمن الفوائد جواز إنكار المفتي على مفتي آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لما ذكرت. نعم. وكذلك من فوائد الحديث كما ذكرت جواز خروج المرأة من محل عدتها كفاطمة بنت قيس من بيتها، قال اعتدي عند أم شريك، ثم قال عند ابن أم مكتوم. طيب ليش لا تعتد عند بيت أهلها؟ لأنها كانت يعني في خوف، كانت تخاف. جاء في رواية عند البخاري إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قالت إني أخشى أن يقتحم علي، قالت رضي الله تعالى عنها إني أخشى أن يقتحم علي. نعم. ومن فوائد أيضا استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب، سواء كان المضيف رجلا أو امرأة، سواء كان المضيف رجلا أو امرأة. هذه جملة من فوائد، جملة من فوائد الحديث. المسألة الفقهية هي هل البائن لها نفقة وسكنى زمن عدتها أو لا نفقة لها ولا سكنى، أو لها السكنى دون النفقة. ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول وهو قول الأكثر في السكنى كما نقله البغوي في شرح السنة، وقول الأكثر في النفقة كما نقله ابن دقيق العيد في الإحكام شرح دقيق الإحكام، أن المطلقة البائن
ليس لها نفقة وليس لها سكنى، وهو قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا القول منقول عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال به من التابعين عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وحسن البصري وعكرمة وإسحاق ابن راهوية وأبو ثور وداود الظاهري، بدليل حديث الباب لا نفقة لك ولا سكنى، وبحديث الآية وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم، يعني إذا لم نكن حوامل ولم تكن مرأة حامل فلا نفقة لها. وهذا القول قوي في الدليل، وهو من أفراد الإمام أحمد عن المذاهب الأخرى. وذهب أبو حنيفة إلى أن المطلقة الطلقة الثالثة لها النفقة ولها السكنى، وتفرد بذلك عن المذاهب الأخرى. وهذا قول ينقل عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وأفتى به من التابعين بن أبي ليلى عبد الرحمن وسفيان الثوري، واستدلوا بقول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحافظت أم نسيت، لا ندري أحافظت أم نسيت. عمر رضي الله عنه كان على الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وأنفقوا عليهن، فيرى أن لها السكنة ولها النفقة. فجاءت فاطمة بنت قيس وقالت طلقني زوجي فبت الطلاق الطلقة الثالثة، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا سكنى لك ولا نفقة. فعمر رضي الله عنه رأى أن ما في الآية هو الذي يأخذ به وهو الأقوى، وقول فاطمة خشي أن تكون نسيت أو أخطأت ونحو ذلك، فاجتهد ورأى هذا الرأي، اجتهد ورأى هذا الرأي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمذهب الثالث قال به مالك والشافعي، قالوا لها السكنى وليست لها النفقة. ليس لها النفقة لأن الله تعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن يضيق عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمله، فأثبت لها السكنى. وأما النفقة فقيده بحمل، فإن كانت حاملا نعم، إن لم تكن حاملا فليس لها نفقة. وهذا مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال به الفقهاء السبع، فقهاء السبع الذين اجتمعوا في المدينة، وهو رواية من أحمد. الفقهاء السبع هؤلاء كانوا في عصر واحد، كلهم من المدينة وكلهم مشهور بالفقه، واحتاج الناس إلى فقهين يسمون بالفقهاء السبع. قال بعضهم في جمعها في جمعهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارج، فقل هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان بن يسار أخو عطاء بن يسار، خارج بن زيد، خارج بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل ليس هو بل هو بل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا السابق مختلف فيه على اقوال ثلاثه. هؤلاء قالوا لها السكنى بدليل الايه اسكنوهن وليس لها النفقه، وليس لها النفقه نعم. وقالوا اما حديث فاطمه قالوا قولها ولا سكنى هذا روايه لا تثبت، هذه روايه مرسله، قال ذلك أبو مسعود الدمشقي الذي له يعني في كلام الله. وقيل انتشر العمل بأن السكنى ثابت، فخبر الواحد لا يقوى على النسي لمقتضى العموم،
ورد جمهور العلماء وقال احتاج ان تعتذروا عن الحديث، حديث ثابت، فلماذا قال اسكني في بيت فلان فلانه ثم قال بيت فلان؟ قال لانها كانت لسنه تؤذي بلسانها احناءها، فامرها بان تنفصل تنفصل. وقد روى الشافعي في مسنده او بسنده الى سعيد مسيب ذلك، وقيل نزلت فيها الآية إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة لبذاذة في لسانها ولأذى ألحقته بإحمائها، وقيل لأنها خافت من ذلك المنزل التي كانت فيه بدليل الرواية أخاف أن يقتحم علي، رواه مسلم، فقال لا اعتدي عند أم شريك ثم قال عند ابن أمي مكتوم. وقال البيهقي قد تكون العلة الأولى والثانية، والأظهر أنها الثانية، أن الأولى بعيدة، أن تكون بذية سيئة بعيدة، لأنها خطبها كم من صحابي ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وهو حبه بحبه، فهذه بعيدة ولا دليل عليها، وإنما أشار أن تخرج لأم شريك أو ابن أم مكتوب ها لا لوقوع الخلاف في النفقة، كي ألا بشيء يسير من الشعير؟ قالت لا أريده وكرهته. قال لعل الاختلاف في هذا في النفقة من أجله، قال عليه الصلاة والسلام اعتد عند فلان ثم عند فلان، ذكره ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه. وهذه الأقوال الثلاثة والصحيح الأول والحديث في ذلك ظاهر، الدليل قوي ولا يوجد له معارض. وأما القول الثاني فهو اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الموفق والملهم، ولكن في الحديث ما هو قوي والذي نقل عنه لا ندع كتاب ربنا، في بعض الروايات وسنة نبينا، قال الدارقطني هذه غير محفوظة ولم يذكرها جماعة من الثقات، وإنما نقل عن عمر لا ندع كتاب ربنا، هذا الذي جاء في صحيح مسلم. نعم. وقد نقل عن أحمد أيصح هذا عن عمر؟ فقال لا. وعلى فرض صحته فهذا اجتهاد، وصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، والأخذ بالحديث المرفوع. وأما أصحاب القول الثالث فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية، لأن في حكم الرجعية، في حكم الرجعية لا في حكم المطلقة طلاق البائن. الله عز وجل قال في الكتاب لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولهذا فاطمة بنت قيس لما قيل لها والآية كتاب ربنا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قالت أتم الآية لعل الله بعد ذلك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت وأي أمر بعد الثلاث؟ بعد أن طلقها الثلاثة في أمر يمكن يرجحها؟ ما يمكن. إذن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي الطلاق الرجعية تعدد في البيت عند الزوج يدخل عليها ويخرج ويراها، ولربما تفكر العشرة الطيبة بينهما فردها. أما بعد الثلاث قالت وأي أمر، هذا بعيد، فالآية في الطلاق الرجعي. نعم. طيب، هذا يعني حكم المسألة، ومن باب الاستطراد بالنسبة للحامل فلها النفقة والسكنة ما دامت حاملا، وعند الشافعية قالوا لا نفقة لها، ونقل عنهم أن لها النفقة وقالوا هذا غلط. المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنة والنفقة في العدة بالإجماع. المتوفى عنها زوجها قالوا لا نفقة لها بالإجماع، والأصح عند الشافعية قال لأن لها السكنى. قال مالك لا سكنى لها إلا أن تكون الدار أو قيمة الدار ومنفعتها ملكا للميت. وقال أبو حنيفة في المتوفى عنها زوجها لها السكنى مطلقا، وهو قول منقول عن مالك، قال القرطبي هو قول شاذ. فإذا هذه مطلقة البائن، مطلقة الطلقة البائن الثالثة خلاف ذكرناه،
غيرها الحامل لها النفقة والسكنة دون الحامل، الرجعية لها النفقة والسكنة أيضا من الإجماع، المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها لأنها تلف وتأخذ الصداق على خلاف ذلك، وأما السكنة فالأصح عند الشافعية لها السكنة، وقال مالك لا سكنة لها إلا كان البيت قيمته ومتاعه ملكا للميت، قيمته ملكا للميت، وقال أبو حنيفة لها السكنة مطلقا. نعم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، لعلي يكتفي بهذا. نعم، في الفائدة جواز أن تنكح المرأة غير الكفر إذا رضيت ورضي أولياؤها. قال أليس هذا يخالف الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر؟ أين المخالفة؟ إذا جاء غير الكفر ليتزوج فرضيت المرأة وأولياؤها كذلك أولياؤها، إذا رضي الأولياء دون المرأة كان كفءاً أو لم يكن كفءاً؟ القول قول المرأة، البكر تستأذن والأيم والثيب تستأمر بغض النظر، إذا كانت المرأة لا تقبل سواء كان كفءاً أو لا لأن هي التي ستعيش معها، لكن غير الكفء لا بد أن تقبل المرأة وكذلك الأولياء. كيف؟ نعم، المقصود المقصود أن ترضى المرأة وأن يرضى راضي الأولياء دون المرأة، راضية المرأة دون الأولياء هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، القول يعني المرجع إلى المرأة إذا رضي. طيب إذا كان لم يرضى الأولياء، ما سبب عدم الرضا؟ لا سبب عدم الرضا، إذا كان السبب عدم الكفاءة ولهذه الكفاءة ميزان، ها ككفاءة الدين، يكون رجل فاسد رجل منحرف، فلا بد أن يؤخذ بقوله. أما إذا كان ردها رد يعني تقبل المرأة وهم لا يقبلون ويردون بدعوى عدم الكفاءة في شيء ليس اعتباره قويا، فهنا إذا عضلوها يصير العضل تنتقل إلى من يزوجها ما دام ترضى به ولا يوجد ما يمنع. من هم الفقهاء السبعة؟ قلت لهم لا، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وعروة ابن الزبير، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب بن حزم، هؤلاء كلهم جدهم صحابي، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صحابي جده عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن الأواب، الزبير بن الأواب أبوه هذا مباشرة أبوه صحابي، عروة بن الزبير وعروة تابعي لم يدرك خلاف ابن أخوه عبد الله بن الزبير صحابي، القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد أبو بكر الصديق صحابي، محمد بن أبي بكر له رؤية كان صغيرا له رؤية، سعيد بن المسيب بن حزم أبوه صحابي، المسيب بن حزم صحابي، وهو الذي روى حديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب يلقنه الشهادة، قال لما أدركت الوفاة أبا طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وعنده أبو جهل وأمية وخلف، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله، فلم يزل يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ورواه مسير بن حزم.
سيمشي. أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، حارث بن هشام أظن هذا صحيح. وخارج بن زيد بن حارث صحابي. وإيش الأخير؟ سليمان ابن يسار، سليمان ابن يسار. يسار ابن من؟ هذا ما أدري. هذا السبع الضوء. يقول: ذكرت من فائدة الحديث استحباب زيارة النساء الصالحات يعني من الرجال، ألا يعتبر هذا الفعل بخلوة المرأة مع الرجل أنه اختلاط؟ شرحنا. قال النووي، قال ابن الملقن، وقال غيره ممن شرح الحديث: فيه استحباب زيارة الصالحات التقيات للرجال، يعني من الرجال، بشرط أمن الفتنة، أن لا تفتتن بهم ولا يفتتنوا بهم، وأن لا يكون الخلوة المحرمة والاختلاط. ما يعني أنه إذا زاروها المقصود تقعد معهم وتنبسط وتضحك وتلاعب معهم، لا، زيارتها أي إتيان إلى بيتها فتضيفهم، تصنع لهم طعاما وتضيفهم، ويكون الجلوس بين الرجال للرجال لا أن تجالسهم وتجلس معهم. ليس هذا المقصود. فالمقصود أن تضيفهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.